طيب لكم جميعا من استوديو تلفزيون الجزائر. يا صحة في أسبوع تقف في هذا العدد عند النوم في الشهر الفضيل. النوم ولا ما له من منافع وصحة على الأبدان والأذهان. نطرح اليوم علاقة النوم الصحي بالتركيز، بالسياقة، بالسلوك الصحي للمواطن، ومدى علاقة حوادث المرور بقلة النوم. هل هناك مؤشرات، هل هناك تحقيقات ميدانية وأرقام تثبت أن عدد الحوادث، حوادث السير، حوادث المركبات ترتفع في شهر رمضان؟ ما هي حتى الأوقات التي تشهد فيها ارتفاع هذه الحالات؟ ومن ثم نجيب على كل الأسئلة المتعلقة وذات الصلة بهذا الموضوع. أتشرف إذن لمناقشة هذا الموضوع باستضافة البروفيسور الدكتور يعقوب مصطفى، هو رئيس مصلحة طب العظام ببن عكنون. أهلا وسهلا بك بروفيسور. شكرا على الاستضافة، صحة رمضانكم. شكرا على الحضور، وأتشرف أيضا باستضافتي البروفيسور العمارة محمد عامر، وهو مختص وخبرة في طب العمل وعضو أيضا في الأكاديمية الوطنية للنوم. أهلا بك بروفيسور. شكرا جزيلا على الاستضافة. النوم مهم بروفيسور؟ نعم، حتى تكونت أكاديمية وطنية. نعم، النوم عنده واجهات مختلفة لازم الواحد يدرك هذه الواجهات حتى يعرف أعلاه في بعض الحالات يكون خلل ليؤدي إلى حادث، سواء كان حادث مرور أو حادث عمل. نعم، حتى لا يتوافد المرضى على مصلحة البروفيسور. نعم، يعقوبي أيضا. نعم، على كل حال الإنسان يعيش ثلث تاع معيش اللي يعيش فيها هو نايم، ثلث تاع كما نقولوا لا لونجيفيتي تاعو يعيش فيها في وهو نائم. نعم. إذن الأهمية هذه، لأن لماذا؟ لأن الجسم الإنسان يدير يعني كما نقولوا نورغانيزاسيون تاع الجسم الإنسان، ما تقدرش يتندار هذاك توت لورغانيزاسيون كاع تاع كيفاش الجسم الإنسان يخدم بدون ما يرقد. النوم هذاك دار احنا نقولوا النوم لازم يكون نوم ونوم نوم ريكوبيراتور، النوم الصحي الصحي وريكوبيراتور لازم يعاود ريباراتور، ولازم له لينيرجي هذيك كيما لو شارجور. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. اسكو ان اباري بو فونكسيون اسكو يقدر يخدم بلا ما يكون عنده لينيرجي؟ سي اكزاكتومون. ولينيرجي هذه سي بونش برك الإشال تاع فيزيك لينيرجي مونطال ذهنية تاع الأعضاء تاعو كل هذه الأمور هذوما. إذن راهي ضرورة وثانيك زيدوا على سبيل المثال على الأطفال يرقدوا أكثر، لأن مام لا كرواسونس تاعهم ما تقدرش تندار بدون هذا لو سومي هذايا. إذن هذا سي اون ما أحلاه النوم. نعم، ما أحلاه. على كل حال الإنسان ما كاينش واحد يقول لك ما نحبش نرقد، كاع الناس تحب ترقد. نعم. لأن سي ان بوزوان، سي ان بوزوان فيزيولوجيك. وما كاش ماشي غير كل كائنات الحية. وإذا اضطرب النوم هناك كل شيء، كل شيء مثلا حوادث المرور. نعم، لا كونسونتراسيون هضرنا عليها، لا كونسونتراسيون تاع واحد باش يقدر يعمل سورتو هادوما اللي يخدموا في لي زوزين حنا نشوفوا فيهم فهاد وين لو مانك دو سومي يسبب هاد لي زاكسيدون هادوما. سي دي زاكسيدون لي غراف وين مينويزي يتقطعوا صبعتيه، ولا ثاني الناس اللي يديروا لي زاكسيدون دو لا سيركيلاسيون وين لا بروميير كوز. هناك ارقام بروفيسور تثبت ذلك مثلا؟ نعم، نعطيو على سبيل المثال. لكل حال موش رمضان اللي راهو سبب. نعم. سبب هو الانسان، هو السلوك تاعنا. لازم نعرفوا باللي في كل البلدان الاسلاميه اللي راهم عندهم هذا رمضان اللي راهم عنده حتى علاقه بالصيام. نعم. شافوا باللي راهي اون موين دو 25% ستادير يكثروا هاد لي زاكسيدون هادو ما يكثروا هاد هاد بال 25% في شهر رمضان. في شهر رمضان. وثاني كاع راهم كاع كيفاش يقولوا داكور باللي في هذيك الفتره مقبل الفطور.
هذيك الساعة هذيك ساعة ونص من قبل الفطور، كل الناس راهم كاع كيفاش نقولوا داكور فوق هذا لو بورسونتاج كي اوغمونت افيك هذا اي لا ريزون سي لو مانك دو سوماي. سنعود الى تفصيل على كل هذه التوضيحات اللي مديتها مع ايضا بروفيسور اللي شرفنا اليوم، لكن حبينا نجسوا نبض الشارع الجزائري فيما يخص حوادث المرور خلال هذا الشهر الفضيل. ريبورتاج قامت به الزميلة نسيمة يعقوبي، تحمل نفس اللقب، نحيوها تلميذة المجتهدة زميلتنا، التركيب للزميلة أيضا بهيد الريمة. نتابع ثم نعود للنقاش. صور لطالما ارتبطت بطرقاتنا، استعراض لمهارات السياقة كأننا في مسابقة الرالي. مناورات خطيرة وسرعة مفرطة وسلوكات سلبية تتسبب في رفع حصيلة حوادث المرور. ثانية واحدة تصنع الفارق بين الحياة والموت، سلوكات تزداد حدة دوما في شهر رمضان. قبل الفطر بواحد نص ساعة طيران سيرتو هنايا، سيرتو في لوطروت هذه فار زيرار دي فار دار بيضاء، الناس قاعدة تجارة لي زاكسيدون كاع بريس كاع دي جان راه يجري مو الفطور على جا الشربات على جا الدم. كارثة، تشوف بزاف صوالح، تشوف مناورات، تشوف الغاشي كاع مقلق يستنى غير وقتاش يلحق للدار باش يفطر باش كذا باش، وهي نورمال ما فيها حتى حاجة، تلحق طارق بخمس دقائق ولا بنص ساعة ولا ما فيها حتى حاجة نورمال. وانا ما يشنصك في رمضان هذا كاع ما يشنصك. يا وي يقلقك يلصق لك في البارشوكلار يلهبك ومن بعد اوتوماتيكمون تولي تتبع فيه. صافي ما نسوقش خير. زاكسيدون كاين في رمضان؟ كاين وي. ديجا في زيرالدا دوكا في زيرالدا. راك صايم ما دخلتش من الدار. ما قدرتش ما تسوقش. يلحق يدوبلي على لادروات يخرج لاكوش يديرهم كاع. كاع يحوسوا يلحقوا في وقت واحد. وفي الساعات الأخيرة والتي تسبق أذان المغرب والإفطار، أناس يتسابقون للالتحاق بموائد الإفطار، تعب وإرهاق وفقدان القدرة على التركيز في السياقة. كنت نسوق بالنرفازة بصح الحمد لله دركا رتبت روحي، خزرت مع الواحد الإنسان كبير شوية سقم روحه ولينا لاباس الحمد لله. يجي حيأذن لوطروت أنا نسوق هكذا يلصقوا معاي غير يدوبليو من الناس صافي، كل ما ندخل لوطروت نشاهد انا واش نقول لكم. إيه الفطور الناس تجرب وكاين اللي صايم مع القهوه كاين الدخان كاين اللي ما يخممش كاع في حياته ما يخمم في طوموبيلته ما يخمم في الناس. إيه المهم ماتريالي عبز ورايح، المهم يلحق بكري انا نلحق قبلك. هذه ما كان رمضان اللي فات كان الكونفينمون صافي على بيان ما كناش نشوفوا، هذا رمضان كي نحاول الكونفينمون سي بون شفنا بيان تشوفي من كل انواع ما يقدروش يدروش زعما كل حاجه يتقلقوا عليها كل حاجه تم يتقلق ما يخليكش باغ اكزومبل درت كلينيك تروح بين تدخل ما يخليكش تدخل يا بونسي بزاف هذه الظاهره راها كاينه بزاف. مستشفى العظام ببن عكنون يستقبل عديد الحالات في هذه الفتره، حالات طالتها حوادث المرور تتفاوت فيها درجه الاصابه. الشهر رمضان المبارك نشوفوا باللي العدد تاع الجرحى اللي عندهم علاقه مع حوادث المرور راهو زاد، وصلوا الى 10 15 جريح يوميا، لكن عندنا واحد 3 الى 4 اللي عندهم جروح اللي لازم لهم عمليه جراحيه. طبيعه الاصابات تبدا من الجروح الخفيفه وين واحد يقدر يكون غير جرح خفيف ولا دي كونتوزيون كيما نقولوا ولا كسر صغير في العظام اللي تقدر تجبر وحدها ولا كي نديروا لها الجبره نديروا لها لو بلاطري تو سا، الى نلحقوا وين كاين خطر وين باغ اكزومبل التروماتيزم تاع لا كولون فيرتيبرال تاع العمود الفقري وين يقدر تتقطع لا موال وتسبب إعاقة دائمة وين العملية الجراحية ما تقدرش دير حاجة أكثر، وأنه برك نسقموا هذاك العمود الفقري، لكن إذا تقطعت لا مولي بينيير إذا تقطع النخاع الشوكي تقطع لا
الانديكاب فايتر ديفينيتيف، الشلل يكون نهائي. ارتفاع مرعب في عدد حوادث المرور في هذا الشهر الفضيل. العامل البشري هو السبب الأول فيها. الاكسيدون تاع لي موطو تاع الدراجات الناريه لازم نعرفوا بلي كاين، نشوفوا الناس اللي جاوا ديجا داروا ديجا دي تروماتيزم، عاودوا ثاني داروا دوطر تروماتيزم، يخترقوا له بلي شغل ما يندعروش من لي اكسيدون تاعهم. وانا نسالهم ويقول لك الادرينالين، لازم تعرف اش معناتها الادرينالين. احنا شغل تولي شغل ان دروغ. شتي الادرينالين دوك انت راكي بالموطو، ما دابيك شغل تاكتيفي في الخدمه تاعك، جبت موطو باش نحكم الريتم تاع الكروسه. موطو لازم تحكم الريتم تاع موطو. الى متى ستبقى طرقاتنا تحصد الأرواح؟ شهر فضيل قد تتحول فيه موائد الإفطار إلى موائد حزن وعزاء، مآس يمكن تفاديها بمزيد من الحيرة والحذر وبمزيد من لحظات التأني والتركيز. نسيمة يعقوبي المصور مستوي وريما بوهيد، شكرا على هذا العمل الذي نتمنى أن يكون كالصفعة حتى يفيق المشاهد ويستعيد يعني سلوكه فيما يخص هذا الشهر الفضيل الذي يجب أن يعود نفسه على التريث والحكمة. ما تعقيبكم على هذه الصور؟ هناك عدة رسائل بروفيسور. يا سيدتي، أولا لازم السياقة لها شروط. شروط التكوين الحسنة. كي يكون في المدرسة لوتوريكول لازم يكون عنده تكوين مؤهلات للسياقة. هذه واحدة. كي يجتاز هذا المرحلة هذه لازم تكون عنده ثاني الفحص الطبي. هي ما قبل ما يدخل لوتويكول. والفحص الطبي هذا هام، بصحيا للأسف ما نراه في التطبيق. في بعض الأحيان مترشح يرمي البطاقة نتاع التعريف تحت الباب نتاع طبيب، والطبيب يعطي له شهادة. والمترشح هذا يقدر يكون عنده أمراض لما تناسبش السياقة، لما تعطيلوش الكفاءة باش يسوق السيارة. مثلا إذا كان يتناول بعض الأدوية بصفة مزمنة لعلاج مرض مزمن، فهذا ربما يؤدي إلى عدم الكفاءة في السياقة، عدم التأهل للسياقة. نعم. هذا هو الشرط الأول. سمح لي أستاذ برك على الشرط، ما ننسوش على المشكلة تاع لا فيزيت ميديكال. لازم نعرفوا باللي لازم لو ريكونترول، خاطر يقدر واحد ما يكون في صحه جيده يعاود يكون نعم. يكون ويدير مرض من بعد. لازم لا كونسيونس تاعك تاع لا بيرسون. كيلكان بار اكزومبل كي نيتي با ايبيليبتيك ويولي ايبيليبتيك. ايبيليبسي ممنوع عليه باش يصوم. نعم. عنده مسؤوليه على روحه. يقدر تكون عنده اون كريز اون بلان اوتوروت اون بلان، ومسؤول على الناس اللي كان راهم معاه. صحيح. اذا برك باش نكمل واش قال الاستاذ. المراقبه كاين مرسوم نتاع الإدارة ممضي من طرف وزير النقل نتاع آنذاك، التاريخ نتاعو إذا ما كذبنيش ربي أكتوبر 84، أكتوبر 84. نعم. وفيه كل الشروط حسب التخصصات الطبية. نعم. يعني حتى طبيب لازم يشوف هذا المرسوم باش يقدر يمد الكفاءة في نعم. بعض الأحيان. هذه كلها الشروط، ولكن أيضا ما شاهدناه عبر الروبورتاج المميز لزميلنا سيما يعقوبي أنه في فترة رمضان المعظم هناك أوقات تكثر فيها الحوادث. لماذا؟ هذه تشوفوها في المصلحة؟ نعم نشوفوها يعني في المصلحة قبل. نعم قبل في أي وقت؟ في هذيك الساعة ولا ساعة ونص قبل الإفطار. الهدي وعلاش واش هي الصوم هذا راهو دو بوين دو فيزيولوجي كيما نقولوا راهو يسبب التعب. والتعب هذايا الناس تحب تدخل للدار وتتسرع، وكاين النرفزه هذه راهي عندها علاقه مع التعب هذا.
Le manque de sommeil, le manque de sommeil provoque l'énervement, provoque la perte de la vigilance. Nous avons les gens qui ont l'habitude avec le café, le kahwa, le thé, les stimulants, ou la cigare. Ces gens qui ont le manque de هذه قلق ثاني وثاني كاع نخرجوا في نفس الوقت ونديروا ان كومبلومون كومبلومون ثانيك راهو سيت ان اسمو كيما نقول سيت ان كوز دي نيرفمون هذه بلا ما يكون الانسان متعبان وكاع لون كومبلومون لا طونت هذيك وكاع تسبب كاع هاد الامور هادو ما تاع النرفازه وهذه هاد الامور هادو اللي انا نشوفوهم لازم نعرفوا بلي لي زاكسيدون ماش سيت اون فراكسيون دو سكوند C'est un truc qui me dit, il dit hakda brutalement. Ou qui dit hakda l'accident, hakda où il s'ebbe adrar للناس اللي ربما احنا كاع ما عند سنعود الى الاضرار والحاله اللي يجيو فيها الجرحى والمصابين لكن دعني نسال البروفيسور لمارا محمد عامر قال البروفيسور يعقوب انه من بين الاسباب وانت تكلمت على مصطلح جميل شجره الاسباب شجرة عندها فروع وكل فرع عنده فروع أخرى وبالتالي إذا حبينا نعرفوا نشخصوا الوضع نشوفوا الأسباب النوم ما هو دوره في تفادي كل هذه الأشياء النوم إجباري بدون نوم فلا حياة للإنسان وللحيوان وهناك تجارب برهنت بهذا الشيء دونك الإنسان خاصة في شهر رمضان لازم يتحكم في نفسه باش يمشي للسرير مبكرا ما يستناش حتى الواحد نتاع الصباح على خاطر إذا كانت مدة النوم قليلة فالمخ لا يستطيع أن يتراجع أنفاسه البدنية والسيكولوجية إلى آخره إذا كان ما نامش مليح النهار نتاعو ما يكونش مليح وفي النهار راه يخدم دونك يتراكم التعب سوف يتراكم طول النهار وعندما يخلص العمل نتاعو رايح يدخل الدار باش يتناول الفطور فتراكمت الاسباب لي باش ينجر حادث مرور في بعض الاحيان هذا الحوادث اللي شفناها حوادث كارثيه نعم بروفيسور لكن دعني اسالك فيما يخص الانسان يقول لك انا نتحكم في نفسي ومالف نسهر ولا باس ان اعمل ماذا يحدث في جسمه عندما لا ينام قلت انه يحدث توتر لكن حتى يقتنع المشاهد وش يصرى في جسم الانسان اذا ما نامش الانسان ولا صائم مده شحال لازم النوم 7 ساعات 8 ساعات نعم. هذه هي التوصيات نعم وش يحدث في الجسم وش يحدث في الجسم قلت أنه العقل الدماغ تاعه ما يرتاحش إيه. ولازم الواحد يعرف بلي الجسم تاعنا عنده كرونوبيولوجيا مثلا يمشي بالساعة عند يمشي بدقيقة كما يقولوا لا جايز بالساعة بالدقيقة حنايا لتوازن الجسد هما الهرمونات وكاين هرمونات النوم الميلاتونين دونك إذا كان ما خليناش الميلاتونين تنزل في الجسم نتاعنا النوم ما يكونش نأخروا ساعة النوم وهذا يأثر على النهار يأثر على النرفزة يأثر على الأشياء كثيرة وهناك هرمونات أخرى ثانية عندها دورها مثلا في النهار من الصباح حتى العشية الهرمونات الصباح تكون على القيمة نتاعها العالية وبعد في النهار تبدأ تقاتل حتى للنوم وفي النوم كي نروحوا نرقدوا الهرمونات تنزل غير عندك هرمونات نتاع النوم هي ميلاتونين هي اللي تتكاثر في الليل حتى الإنسان يجي النوم إذا كان خربنا في هذا التنظيم فالإنسان سوف لا يكون في حالته الطبيعية العادية السلوك الطبيعي إيه وهذه الحالة هذه قد تؤدي إلى حوادث كارثية حوادث كارثية وأنت بروفيسور مع الجرحى والعائلة عندما تعمل الأسئلة تشوف نعم. أنه هناك نعم. النوم هو المتهم نعم على كل حال هذا المشكل تاع النوم نقص من النوم هو
en fait نقدروا نقولوا النعاس لا سومنولونس. علاش تكون لا سومنولونس؟ سي فيزيولوجيك. الانسان اللي ما نامش ينوم ينوم كي بدا الناس اللي على ليشال مونديال نهضر على في العالم السببين الرئيسيين في هاد لي زاكسيدون شنو هما؟ هو قله النوم والكحول. حنا الكحول الحمد لله ماهوش غالب على هادو. هما العلاقه تاع الكحول والنوم شنو هو؟ العقل. سي لو سيرفو. سي لو الدماغ. سي لا كونسونطراسيون. عندهم علاقه. اذا الى وصلنا نشوفوا هذوك لي زاكسيدون الحوادث اللي يصراو في الليل. وعلاش يصراو في الليل الحوادث هذوك؟ لانهم عندهم علاقه مع النوم. سورتو لي ترونسبورتور تاع لي فواياجور الحافلات. نعم. وين راهي مسؤوليه على 30 ولا 50 راكب هما راهم ثيقين باش راحوا لفهداك العربه هذيك ولا فهداك الحافله هذيك لانهم ثيقين بحال فهداك لو فواياج تاعهم على السائق. نعم. ولا السائق دار ان فواياج كيما ثانيك هذه حكايه ثانيك نحكي على سبيل المثال. كاين واحد دار حادث وعرفناه علاش، لان دار ان فواياج وليو نورمالمون يريح باش يعاود يولي لو لوندوما عاود دار. انا هضر على سياقه الاجره، هذا تاع سياقه الاجره طويل غير كيما صرات. ودار ان تراجي من وهران من وهران الجزائر العاصمه. الجزائر العاصمه كي ولا الحق مازال ما لحقش للبليده دار الحادث مع الناس اللي كانوا معه. الحمد لله ما كانش خطر. نعم. كبير الا عليه هو اللي عنده كان عنده شلل في العمود الفقري. شلل اذا شلل. نعم شلل. يعني الاصابات ممكن تكون مخيفه. واش اللي يسبب هاد لي زاكسيدون هادوما؟ السرعه. واحد اللي ما يديرش السرعه يا موان دو دونجي. الا اذا كان تهور ايضا. نعم تهور. السرعه هذه السرعه اللي تسبب اضرار للجسم. إذا كان واحد دار ان اكسيدون 30 كيلو بارور ولا 50 ما يكونش لونديكاب ما يكونش بوكو بلوس كي دار على 180 ولا 200 في الساعه. اذا كل هذه سي بروب دو كونسونطراسيون تكلم عليها الاستاذ. وعلى هذه ثاني نزيدوا حاجه واحده اخرى ثاني كانك الرؤيه. هضروا على تو سكي اكزام ميديكال افون وي الرؤيه تنقص. حنا كي نمدوا لو بيرمي نبداو برسك ديفينيتيف يتبدل على 10 سنوات. اذا كي نعاودوا نبدلوه لازم غير لازم نعاودوا نشوفوا حاله تاع هذاك السائق هذاك اسكو مؤهل باش. نعم. باش يسوق. ومنها تاع الرؤيه. نعم حتى في نفس السياق بروفيسور يعقوبي انه قله النوم اسالكم هل تؤثر ايضا على الرؤيه؟ نعم. عندما الدماغ لا يرتاح كما وضحت من ذي قبل هل يؤثر ذلك على الرؤيه؟ نعم بدون شك. ونرجعوا غير للمقاله القديمه نتاع الشعبيه النعاس سلطان. صح. اذا كان الانسان ما نقدروش نحاربوا نعاس كي يجي وما نشعروش الانسان كي ينزلق في النوم بدون ارادته. دونك اذا الانسان عنده روح مسؤوليه لازم يحذر روحه للسفر وفي التحذيرات عنده النوم قبل ما يقلع لازم يكون راقد. وهذا في هذا الاطار هذا كاع السائقين نفس القانون. اذا كان مثلا قائد الطائره. نعم. يروح يسوق وهو ما عندوش ما رقدش مليح هاي تقدر تكون كارثه كبيره. مهم جدا. اذا النعاس هو سلطان لازم الانسان يحترم هذا القاعده هذه نتاع باش يرقد بعض الساعات قبل ما يقلع. واذا كان مثلا كنت نسوق رايح لوهران وشعرت بلي نعاسه وبدا يجبد فيا فعلي أن أتوقف على الجانب وأن أنعس ساعة وهذه الساعة ثمينة جدا ذهبية فيسترجع الطاقة نتاعو الذهنية باسكو المخ لازم يسترجع القوة نتاعو الذهنية والسيكولوجية ولا يدخل في صراع بينه وبين النعاس. نعم نعم. إذا هذا نصيحة نمدوها كل سائقين. إذا كان جاك نعاس وانت راك في السفر طويل وقف حتى ولو كانت حافلة.
انا نقبل ناخذ يعني عقاب نعم. على لفات لي حبست صحيح. ساعه واخرت الحافله ولن ادي بحياه مسافرين ضحايا لان راني مسؤول على حياتهم صحيح. في هذه الفتره هذه صحيح بروفيسور اسمح لي برك على باش نقول على الجانب باش واحد لازم يكونوا لي زيسباس دو روبو ماهوش هذاك الجانب تاع لا بون دورجونس هذيك اللي بوكو بلي دانجيروز هذيك ممنوع واحد يحبس في هذيك الاخر هذيك يقول لك عندك 20 دقيقه باش تعيش فيها الا حبست فوق 20 دقيقه خطر تصبح خطر لبن. تصبح خطر دونك ممنوع واحد كاين دي زيسباس دو روبو داير مناطق الراحه لازم يروح يريح على كل حال في البلدان كاين سكون ابل لي موتيل زمان في كل بلدان المتقدمه عندهم دي موتيل هذوك لي موتيل ماهوش سي تان اوتيل سي في اكسبري بور سا باش الناس اي ابري لا داير في البلدان كي نروحو نشوفو هكذا في طول زوتوروت يقول لك يكتبوا الى راك لاخر ريبوزي ويمدوا دي كونساي هادو ما داخله في لا بريفونسيون داخله في لا بريفونسيون بروفيسور المركبات اللي توقع فيها الحوادث حوادث المرور اللي مثلا الحالات اللي تستقبلها هل هي المركبات العاديه هل هي الحافلات هل هي الدراجات الناريه وحتى الدراجات الهوائيه اليوم نشوفوها نعم. بكثره من طرف شبابنا واطفالنا والله يعني نقولها بكل صراحه عندما نسوق في الطريق ونشوف يعني اطفال يعملوا حركات هي يقولوا عليها حركات رياضية ولكن تخيفني لا أدري نعم. إن كان خوفي مؤسس ومبرر لكن ضعنا في الصورة على كل حال كل عربات وزيد نقولوا حاجة كاين ناس ربما يخموا بلي العربات تكون هذيك الريفورمي ولا القديمة القديمة الهشة خطأ خطأ سوفون سي دي فواتور لوكسيوز دي فواتور هذوك لا خاطر هما اللي يديروا لا فيتاس وثاني كاين حاجة واحدة أخرى في هاد لي نوفيل فواتور هادوما وين يا لا تكنولوجي الناس مولات ما تحسش بلا فيتاس تكوني داخل السياره راكي ا 200 الوغ ما تحسيش بلي كاين هذيك لا فيتاس هذيك دونك يزون ديفلوبي دي فيكول وين الفيبر با ماشي كيما لي زونسيان الاخر وين حذاري ماشي هاد سي لو فات دافوار بار اكزومبل الانسان يخمم بلي هذاك لا فواتور هذيك اللي سيغ باسكو اللي فيها لا تكنولوجي فيها لو تريك ومن هكدا سي لو كونترير باسكو علاش تسمح له يدير لا فيتاس يحس روحو اون سيكوريتي يقول لك انا خلاص هذه سيكوريزي لا فواتور اللي اسمو الموند ولا سي دي فواتور لوكسيوز تو سا هو سي 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 اون بونسي كي ني با اوسي خاطئ حاجه ثانيه نشوفوها في المصلحه يجيو افيك دي اكسيدون دون دي فواتور مركبات يعني فخمه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله التام والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فخمة نعم. وثانيا الحالة اللي نشوفها هذه سنوات وحاجات ما كانتش موجودة من قبل في بلادنا، سي الدراجات النارية. والدراجات النارية لازم تعرفوا باللي الاكسيدون تاع الدرجه الناريه راهو مختلف، ما ترحمش، عنده اخطر معينه، ما ترحمش لانه ني با بروتيجي، راهو برا. الى طاح راهو يطيح على الاكستيريور، يقدر ثاني تجي عربه واحده اخرى تقيسو ايتترا. وسي الى ما ماتش كما نقولوا لا قدر الله، راهو عنده شلل. معظمهم عندهم 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 شلل اللي داروا ان اكسيدون غراف. زيد ثاني حاجه اخرى راكو تشوفوها، سي رار وين تشوفهم بروتيجي. نعم. لو بور دو كاسك، لو بور دي تونو، ميم دي تونو باش كي يطيح ما يكونش عنده اضرار. نعم. وزيد ثاني في الليل، في الليل لا موطو ما تبانش، لازم دي تونو فلوريسونت اللي عندهم هذيك لا بوند من الاخر باش واحد كي يمشي يشوفوا. زيد ثاني حاجه واحده اخرى، لا موطو كاين ثاني، كاين واحد السلوكات انا نشوفوا فيها لا موتو سافي با دير باللي تدير كيما تحب. كاين ان كود دو لا روت كي فو ريسبكتي، هما يدوبليو منا يديروا دي كود دو بواسون ايتترا ومنا. وكاين لحقت ميم لاكو على بالكم بلي الناس دركا بلا موتو، هذه سمعت بها ريسامون، بلي يجتمعوا في واحد المناطق ويديروا دي رونديو. نعم. ديروا دي روديو دونجوروز اي تو سا، وسمعوا بالاموات وسمعوا بال بال بهاد لي زاكسيدون عندهم. لازم نعرفوا ثاني كلو فيكول اون جينيرال، كو سوا اون فواتور ولا اون موتو ولا، راهي حاجه مليحه تسمح لنا باش باش نعيشوا، باش نروحوا للعمل تاعنا، نروحوا راهي نعمه. نعم. راهي نعمه اللي واحد يستفاد منها، ما لازمش تولي نقمه، ما لازمش ثاني، راهي حاجه مليحه بصح نستعملوها كيما لازم الحال. وهذا الشهر وحاجه الاولانيه. نعم. برك سمحي لي استاذه، حاجه الاولانيه كاين قانون. القانون هذايا لازم نحترموه. وعلاش داروا قانون؟ لان كاين دي شوز الى ديباسينا القانون راه تولي حاجه لسلامه هو وسلامه وسلامه الاخرين. نقدروا نكونوا مسؤولين على موت تاع الاطفال ولا تاع الناس واحد اخرين اللي ما عندهمش علاقه. في هذا السياق بروفيسور يعقوبي، هل لاحظت يعني في القسم وين تشتغل انه هناك ارتفاع فيما يخص المصابين ولا الاصابات ولا حوادث المرور بالدراجات الناريه في؟ نعم. هذا الشهر الفضيل. نعم. لانه تستعمل حتى في تجاره. نعم. هذه الايام الاخيره. نعم، تجاره لهذوك الكورسيي ولهذوك الاخرين. نعم، حنايا دوكا هذه جديده، هاد ما كناش عندنا، كنا عاود ولي 10 سنين من قبل ما كناش عندنا عدد كبير اللي من هادو. زيد قولك حاجه، هادي لازم نقولوها، هادي سي اون رياليتي. معظمهم سي دي جون، شوف يا ما شفتش تحت 25 سنه، سي دي جون شباب. زيد ثاني حاجه واحده اخرى، سي دي ريسيديفيست، يعاود الناس يعاود يولي. وكي تقول له كيفاش كنت درت اكسيدون، يقول لك ما تعرفش الادرينالين. كنت يا طبيب يقول لي يا استاذ لو كنت دوق هذيك الادرينالين ما تقولش هذه الكلمه هذه. والناس يديروا دي زاكسيدون. شوفي ريسامون غير كيما صافي 3 و 4 جور جانا واحد، على كل حال حبينا نسالوه. نعم. مع الاخر ما حبش يبان في التلفازه، على بالها. نعم. نسيمة يعقوبي على بالها. هذايا دار واحد ثلاث خطرات ولا اربع خطرات الحادث،
وكان عنده ثاني هانديكاب، كان عنده في رجله كسر ديجا، وهكذاك ولا لهذا الاخر. وانا نسالهم نقول له باغ اكزومبل دوك انت تعاود تولي، يقول لك نعاود نولي. اذا هذا ذلك سؤال لازم نطرحوه على هاد الاشياء هادو. ما على باليش انا كيفاش، ربما باسكو الصغر تاع السن ان كونسيونس هادي ما فهمتهاش. لازم السوسيو لو كوتي سوسيولوجيك دو دراسه على هاد الناس، هاد الشباب معظمهم شباب. نعم نعم، اللي عندهم هاد لا نوسيون تاع الادرينالين اللي مازال ما فهمتهاش كي دوفيا كوم اون دروغ. وبالاضافه ولا دروغ، لا دروغ يا خلابك، وبلا دروغ بو توي باغي. نعم بروفيسور يعقوبي، بالاضافه الى ذلك يعني الحب التهور المتعلق بالشباب بين قوسين وفتره رمضان، انه السهره وشرب القهوه ايضا بروفيسور لاماره في هذه الاونه يكون شرب الشاي ايضا. الشاي، القهوة، الكحول اللي يشرب الكحول إلى آخره، كل هذا يأثر على المخ، فالإنسان من بعد يولي التصرفات نتاعو ما تكونش عادية. ربما كما لي دروغ يتحدى الخطر، مثلا السرعة كما قال الأستاذ، الأدرينالين هرمونة اللي كنا نتكلموا عليها، الأدرينالين فهي تنشطنا ونحب نزيدوا في هذاك التنشيط. بصح انا حبيت نقول حاجه لاحظتها. نعم تفضل. لاحظتها وصلنا في واحد الوقت ضروري، حنا بكري كنا نهتموا بزاف بالاحصائيات نتاع حوادث المرور، فهمت، وحبينا نقارنوا روحنا مع بلدان اخرين. يا للاسف اليوم كي نقارنوا مع فرنسا، عندها ان بارك يساوي قريب 3 مرات البارك الجزائريين. هما كل عام يموتوا 4000 وحنا كل عام يموتوا 4000. هل هذا شيء مقبول؟ غير مقبول تماما. والاستاذ تكلم على القانون. يعني دركا جاء الوقت وين لازم القانون يطبق. اذا كان مثلا بمعنى انا راني في الطريق يقول لي 100 كيلومتر في الساعه وانا ندير 200، فلا بد للسلطة يكون عندها رد فعل. نعم. رد فعل. وهذا الغرب علاش خرجوا من هذا المشكل هذا؟ نظموا رواحتهم كما دروكا في أي بلد نتاع الغرب تلقاي لي كاميرا في أي آلة سائدة في كل مناطق، لأنه خسارة الإنسان، الموتى، الإعاقة، المؤسسات الاستشفائية تستقبل يعني الكثير من الضحايا، يعني عبء كبير. عبء كبير. إن شارج أن هانديكابي واش سافايت إن شارج بور لا فامي، لا شارج بور ليطاب، ولا كل حال من غير المعقول هذا الرقم بروفيسور. رقم كبير جدا، كبير، مخيف، مخيف. كي يموت واحد هاو مات إنسان، هذا بشر عزيز، هاو مات أب، صحيح، هاو مات زوج. شوف يعني الانعكاسات كيفاش تكون على المجتمع، العائلة أولا ثم على المجتمع كله. وحتى في المصاريف، مصاريف على العلاج نتاعو، مصاريف على الترويض نتاعو من بعد، كيفاش يولي يرجع للخدمة. في نفس السياق بروفيسور، هل هناك تحقيقات اليوم باشرتها الجزائر لمعرفة كما تقول أنت بروفيسور شجرة الأسباب، لماذا نحن نتصدر قائمة الحوادث المرور في الجزائر؟ على كل حال كان في الماضي كان عن زميلين دكار وبالزوشة كتبوا كتاب على الحوادث المرور لبس به، يعطي هما متخصصين في الإحصائيات. نعم. فهمت، وهذا يقدر يكون هذا الكتاب مهم جدا، إن ريفيرنس يعني مرجع اللي يحب يتعمق في المسألة هذه. نعم. بصح اليوم راهي كاينة، واحد يضغط على الانترنت عنده كل المعلومات اللازمة على أي بلد، على أي الأسباب إلى آخره. نعم. وحنا في الوسط نتاع العمل، فعندنا بصفة يعني إجبارية وبصفة دورية نشروا الإحصائيات.
علاه؟ باسكو كان صندوق ضمان الاجتماعي. كي واحد يكون عنده حدث كان انعكاسات على الانسان في ميدان الصحه، انعكاسات ماليه، وشكون اللي تؤدي هذه الانعكاسات الماليه؟ فهي صندوق ضمان الاجتماعي. اذا لازم يكون لا تراسابيليتي، الاثار نتاع كل هذا لازم يتسجل. وحنايا يا للاسف كان عندنا بكري لو مينيستير دو بلان، فهمت، تخطيط، نعم، وزارة التخطيط والاحصائيات، نعم، حتى تستشرف. جاء واحد الوقت ولا صب، ما كانش يتكلم، ما كانش يسجل. نعم. هاو حان الوقت الان. نعم. هاو ارجع للميدان، وان شاء الله مهم جدا بروفيسور شطرك الراي، لانه اساس الدوله، اساس الدوله، ولا منظومه في العالم تقدر تكمل في منح التكفل الاستشفائي. كل البلدان ترتكز على الوقايه لاسبي بريفونتيف اللي ينقص يعني العديد من التكاليف ونربح صحة الإنسان. البروفيسور يعقوبي، الحوادث، حوادث المرور والحوادث المنزلية أيضا تطرح نفسها في نعم. في هذا الشهر، وحتى قبل الحوادث المنزلية كنت بعض الزملاء نقول لهم أنه ربما تكون إحصاء فيما يخص المرأة الجزائرية في شعبان هي التي تتوافد على مصالح الاستشفاء الرضوض، لانه العاده تاعنا بروفيسور انه المراه تنظف البيت وتطرح السلالم وتغسل. نعم هذه شوفي في المشكل هذا تاع الحوادث تاع ثاني تاع لا كويزين المطبخ تاع المطبخ، هذا ثاني لازم نهضروا عليه في شهر رمضان. نعم. واللي فيكتيم اللي كثرهم الاطفال. علاش؟ لان نخرجوا كاع لي زاباري هذوك لي روبو اي تو سا. ونحنا يمام انكا تاع واحد ولد صغير اللي قطع صبعتيه باسكو دخل يدو في هذاك لو روبو هذاك اللي يرحي، كان يرحي اللوز شي با كاسكو على سبيل المثال. ولا الاطفال الحروقات طابونه وكاع هاد الامور هادوما، وهذا راهم على كل حال ستاتستيك يطلعوا في المصالح تاع الحروقات. نعم. اللي كاين عدد كبير من الاطفال اللي نخرجوا كاع نحبوا نديروا دي فاريتي دو بلا يا سمولا، سيما في هذه الفتره، هذه الفتره تكثر، يعني رانا قرب للعيد ورانا في رمضان، وبالتالي الادرينالين تطلع وكل شيء، وبالتالي حذاري الحذر اليوم لازم. كاين في العائله تقسموا رواحكم، اللي يتكفل بالاطفال، اللي يتكفل يتكفل بالطبخ، يعني هنا تكثر الحوادث. نعم هذه قلناها من قبل، سي لورغانيزاسيون، واحد لازم ينظم روحه. وثاني كما قلت انت يا النساء ومنا، علاش غير النساء برك اللي يخدموا في هذا المجال؟ كانوا يجيكم في شعبان. نعم. بزاف في التنظيف، يجيو في التنظيف يطيحوا من الاخر من السلالم، من السلالم يطيحوا كاع جوست افون ما يبدا رمضان. يجونا وسورتو ثاني يجونا الناس اللي مسنين، لازم تعرفوا بلي المسن عنده لوستيوبوروز، عنده العظم تاعو ماهوش هشاشه العظام واللي لي فراجيل الناس، دونك يطلعوا هما ينقيو كلش اون بتيت شوت دو ريان دي تو، وين ان ادولت واحد بوكو بليز اجي لي ريزيست، هما يتكسروا في البواني، يتكسروا ثاني سورتو في لاونش. دونك نشوفوا هاد الامور هادوما على كل حال. تنافسوا بروفيسور لانه هاد الحوادث يمكن تجنبها. لازم نعم حقيقه هادي لازم شوفي تقلقوا كي تشوفوا يعني هاد بيان سور. احنا اطباء لازم نعرفوا بلي الطبيب عنده حاجه اللي يخمم لها قبل العلاج، لان العلاج سي كومبليكي، ما كاينش حاجه اللي يقول لك نتمناو. لا بريفونسيون سي لا ميور مانيير. علاش كنا نهضروا حنا على لا فاكسيناسيون؟ شكون خير؟ صحيح. اش خير؟ واش هو لو كان نهضروا على دو بوين دو في ايكونوميك، واش هو الغالي لا فاكسيناسيون ولا لي سوان؟ صحيح. سي لو سوان سي بوكو بلو شير، باسكو الى نداوي ندخلوا واحد لارياناسيون ديال الكوفيد كيما نقولوا، لو كان الفاكسان واش يسوى الفاكسان؟ واش تسوى لا بيريود اللي كان فيها في لارياناسيون؟ انيماسيون. اذا حنايا حنا اطباء نخمو توجو على صحه الانسان باش ما يلحقش لا مالادي، باش ما يلحقش الكسر، باش ما يلحقش لهذاك الاخر. دونك لا بريفونسيون، على هذه لازم نهضروا على لا بريفونسيون ديال الوقايه. زيد كاين حاجه ما قلناهاش، كاين زوج حوايج في هذا رمضان هذوما، كاين لا ميتيو لازم نعرفوا بلي الشتاء وكلش، دونك زيدوا السرعه النرفازه وزيدوا لا ميتيو وين لا شوسي اغليسونت منا، سي بور سا ثاني طلع
عدد تاع تاع زي روماكي كي تصب الشتاء يزيدوا لي زاكسيدون حنا نشوفوهم ثاني. حاجه ثانيه التليفون الهاتف النقال هو سبحان الله كاين الناس يجي يقول كنت نهضر مي يهضروا ماشي هضره سي لي اس ام اس سي لا كونسلطاسيون راهو او يسوق يديروا الاخر تاعو باش حتى واحد نعم ماهوش ممنوع باش دير الاخر وراهو مركز راهو يسوق ومام طوم مركز سي تي فراكسيون سكوند الاخر فرينا من هي يدير ان اكسيدون نعم سي فاتال سا بيت فاتال. ونزيد نقولوا حاجه نتمنى ان شاء الله في العيد وين اذا سماسي كثروا والناس اللي تروح تزور دونك يفون سي ديبلاسي افيك دي فواتور ما يكونش الحوادث اون رابور افيك لي اس ام اس صح عيدك صح عيدك بالاخر هكذا نعم نعم مهم جدا. نزيد نقول لك حاجه واحده اخرى برك اون روماركي الاطفال الصغار اللي يديروهم في الـ في الـ في لي سياج افون ممنوع لازم تعرفوا واش معناتها فريني ان امباكت كرانيان تاع ان انفون هو سي سي فاتال كيما نقولوا عقليه غير منطقيه ممنوع نعم. ممنوع نعم. الطفل الصغير يكون في الـ في الـ في المقعد تاع الويكاند حتى قبل ان تكون زيد نقولك حاجه يعني الانسان وحده يفكر هذا هذا التصرف غير عادي غير منطقي انه بصح نشوفوها استاذ الابن تاعك تحبه ولكن مش بهذه الطريقه بروفيسور وزيد نقولك حاجه هي نورمالمون لا سيكتور سيكوريتي اي اوبليغاتوار ميم ديرير نعم نعم اكزاكتومون نعم من دليل بروفيسور يعقوبي حبيت نعود الى مشكل حوادث العمل بروفيسور هل هناك ايضا علاقه في بين حوادث العمل هل هناك تحقيق ميداني يبرز ان النوم ايضا وراء هذه الحوادث اللي تحدث في العمل النوم هو يؤدي الى قسط كبير من الحوادث حتى في مجال العمل حتى في ميدان العمل هي تقريبا هذه الأسباب كان أسباب كثيرة هي اللي مشتركة مع حوادث نتاع المرور فهمت وحبيت نقفز شوية على واش قال الأستاذ على هشاشة العظم حبيت نمد نصيحة لكل جزائريين وحنا نسيناها وفي الكوفيد لعبت دور كبير لو كان ما صحناهاش هي ننصح كل جزائري ياخذ اون امبول نتاع فيتامين دي 3 كل شهرين فيتامين دال دال 3 دال 3 كان واحد الشيخ جا مع ولده في الكوفيد دونك ماركيت له فيتامين دي وعاود شفته في فحص واحد اخر عاود له فيتامين دي قال لي دوك يا استاذ نضل نشرب فيها لا فيتامين قال لي وقتاش نحبسها قلت له نهار تموت وطرت قبل لحظة محاولي مهمة جدا مهمة على خلط تلعب دور كبير في العظام وحتى النفسية وحتى فوسفور كالسيك نتاع بين كالسيوم والفوسفور في المناعة ويقوي المناعة نعم إن شاء الله نعودوا لها بروفيسور في الكوفيد عدد من الأعداد حنا النقص كبير اللي كان عندنا في البداية هي عدم فيتامين دي خممنا على اللبابات خممنا نعم. على هذه وفيتامين دي خليناها نعم. هو مشكل في قديما لم نكن نعاني من نقص الفيتامين في الجزائر ولكن هذه السنوات الأخيرة أصبح مشكلة صحية وإن شاء الله نعود نقول لها بالتفصيل لأنه مهمة جدا أنه الإنسان الجزائري يقول لك أنه فيتامين دي ليست مهمة يعني ليست ولكنها أساسية في المناعة وفي تركيبة العظام وحتى في نفسية عندها دور في الكآبة. إذن نعود إلى موضوعنا بروفيسور عمر فيما يخص إذن النوم درت تحقيق وثبت فيه أنه نعم. هناك علاقة بين حوادث العمل والنوم وسيما الأوقات اللي توقع فيها هذه الحوادث هي علاقة بين ظهرة في الإحصائيات إذا كان إنسان قبل ما يجي يخدم ما يرقدش مليح لسبب ما ربما ما مقبل امسيه مقبل قال مات واحد من العائله نتاعو دونك سهر غدا من ذاك ما لازمش يجي يروح يدي الشهاده يدي ثلاث ايام نتاعو يريح على خاطر كي يجي خاصه في بعض المناصب 76 كنت طبيب في وحده اللي يركبوا les usines نتاع الحديد unité de montage حاميز اي بيان
في العام معدلة بين 5 و 6 متى اللي يطيحوا من الاشافوداج. والنسبة نتاع النوم، عدم النوم، فلا بأس به. ديما نلقاو هذا السبب نتاع النقص، عدم النوم الكافي. إذا أضحى اليوم هذا الاختصاص مهم كما قلت في البداية، حتى انشئة الأكاديمية الوطنية للنوم بروفيسور. هذه ذوك الأكاديمية نتاع النوم علاش اندارت؟ وهذا الفضل راجع للأخصاء، زملاء أخصائيين تلقاو هذا المشكل هذا. بالعربية لست أدري كيف نسميه، سندروم دابني دو سومي. نعم، انقطاع التنفس عند النوم. انقطاع التنفس عند النوم. أثناء النوم. نعم. أثناء النوم. مشكلة كبيرة. هذه الجلدة الداخلية هي تولي مطاطية، ما يكونش عندها تقلص. إذن هذا الجلدات نتاع الداخل يوليو باللغة الفرنسية السوكولاب، تتلاصقوا بعضها بعض. كي تلاصق تولي حاجز، ما تخليش الريح يدخل للرئتين. دونك يكون راقد راقد راقد، ومن بعد كي تغلق يفطن، خاطر راهو مخنوق. وذروك رانا بدينا نحلو في المشكل هذا، كاين آلة نسموها لا سيباب. نعم، يوضحها المريض. المريض لازم يديرها طول الليل، يرقد معها، يكون الضغط مجيب حتى كل القنوات تكون مفتوحة. كيفاش تأثر على النوم هذه المشكلة تاع انقطاع التنفس عند النوم أو لابني دو سومي؟ وتتسبب في بلدان داروا تحقيقات أنها وراء حوادث المرور أيضا. نعم، حوادث المرور، حوادث العمل. لماذا؟ ما يرقدش، لا ينام، ما يرقدش، مضطرب. مراحل النوم ما تكونش مسلسلة في نظام ما. إذا الإنسان يفطن. alors que normalement راهو في لا فاز 4 نتاع لو سومي بروفون، لازم يكمل المرحله نتاعو. اذا كان ما كملهاش يعاود يولي من دار جديد. اذا كيف تنصبح كل واحد سكران، ما شبعش النوم. بورتا ورقد في الفراش بصح ما شبعش النوم. تستقبلوا هذه مثلا، هناك حالات تجيكم في حوادث المرور عندما تعملوا؟ نعم. الانكيت تاعكم؟ احنا عندنا على سبيل المثال